خليني كمان واحنا بنتكلم عن التفوق اكلم حضراتكم عن كليه الهندسه وفريق كليه الهندسه بجامعه عين شمس، وهم فازوا بالمركز الاول في مجال تصميم سيارات للسيارات الكهربائيه في مسابقه فورمولا للطلاب في بريطانيا. الفريق المصري حقق انجاز كبير الحقيقه، وتفوق على 37 فريق تاني من مختلف دول العالم كانوا موجودين معاه في المسابقه، واخدوا المركز الاول زي ما كنت بقول لحضراتكم. خلينا نعرف بالتفصيل اجواء المنافسه كانت عامله ازاي من الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات بكليه الهندسه جامعه عين شمس والمشرف على الفريق الفائز. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، تحياتي لحضرتك ولكل طلبه كليه هندسه عين شمس وللمشاركين في المسابقه، والف مبروك الجائزه. مساء النور على حضرتك يا فندم، ومتشكر جدا على التهنئه والمداخله. يعني عايز اعرف منك كواليس الجائزه وازاي قدرتوا ان انتوا تحصلوا على المركز الاول، تفاصيل المنافسه كانت عامله ازاي، 37 فريق من دول مختلفه، وشكل المشروع اللي تقدمتم بيه وفزتوا بالمركز الاول. تمام، هو المسابقه دي مسابقه عالميه بتتم كل سنه في اكتر من دوله، يعني في نفس السنه بيبقى ليها اكتر من مكان في العالم. احنا دايما بنشترك في مسابقه فورمولا ستودنت يو كي اللي موجوده في انجلترا، لتميزها بان هي من اصعب وادق المسابقات، لان يعني بتتم حتى في حلبه سباق الفورمولا 1 سيلفرستون سيركت اللي هي حلبه سباق سيلفرستون الشهيره. يعني المسابقه بتتم بقى لها 25 سنه، احنا بدانا نشترك فيها من سنه 2012. المسابقه معلش عايز اعرف التفاصيل، من 2012 للنهارده خدتوا جوائز قد ايه في المسابقه دي؟ احنا بنتكلم في حوالي 11 سنه من المشاركه لجامعه عين شمس في مسابقه فورمولا في بريطانيا. تمام، احنا في سنه 2000 يعني احنا بدانا 2012 كنا لسه مبتدئين، في 2015 حصلنا على جائزه. انا بس كنت عايز اشرح المسابقه منقسمه الى ايه بس. هي المسابقه بتنقسم الى ثلاثه من كاتيجوريز، يعني او ثلاث اجزاء. الجزء الاول هو جزء ليه علاقه بتصميم فقط لسياره، التصميم بدون تنفيذ يعني. والجزء الثاني من المسابقه هو جزء تصميم وتنفيذ والنزول على حلبه سباق بسياره. والجزء الثالث من المسابقه هو السيارات ذاتيه القياده الذكيه. واحنا السنه دي كنا مشتركين في الثلاث فئات ما شاء الله. الحمد لله، يعني احنا طبعا من يعني احنا الحمد لله حققنا مراكز كويسه في كل الفئات. ولكن طبعا الحاجه المميزه جدا ان احنا خدنا جائزه احسن تصميم سياره كهربائيه، سباق كهربائي على مستوى المسابقه. وكمان اخذنا جائزه، يعني حتى دي ده خبر جديد، يعني احنا كنا المسابقه كانت شغاله لغايه امبارح، يعني اخذنا جائزه جائزه يعني احسن تصميم، احسن سياره سباق كهربائيه من حيث التصميم والتكلفه والتصنيع والبزنس موديل، او الجزء اللي هو الاقتصادي، العائد الاقتصادي لتصنيع هذه السياره. فاحنا الحمد لله لاول مره في تاريخ مصر او حتى افريقيا او دول الشرق الاوسط ان فريق عربي او افريقي ياخد الجائزه اللي هي بنسميها الاوفرول برايس بتاعه الكونسبت بتاع تصميم سياره كهربائيه، سياره سباق كهربائيه. وده يمكن الحمد لله ده انجاز جديد، يعني يضاف الى جائزه التصميم فقط. يعني دي عظمه الحقيقه، واحنا لما بنقول جامعه عين شمس بره مصر وجوه مصر نعي تماما يعني ايه عين شمس ويعني ايه مهندسي واطباء وكل خريجي جامعه عين شمس، واللي بيحصل من تدريبات مختلفة علشان تقدروا توصلوا لهذا المستوى العالمي في المنافسة في مجال يعتبر حديث زي السيارات الكهربائية، حقيقة إنجاز كبير. عايز أعرف بتستعدوا إزاي كفريق علشان تقدروا يعني توصلوا لكل هذا المستوى المتقدم في مسابقة مش سهلة في بلد أصلا متقدمة صناعيا جدا في هذا المجال. بالظبط يا فندم، هو طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بادئين من 2012، فهي خبرات متراكمة. مش يعني الفريق اللي موجود السنة دي هو فريق ورث من الفرق اللي قبله كل العلم والأخطاء اللي وقعنا فيها قبل كده، وكل المميزات بتاعت ان احنا ازاي بنعمل نقل للأفكار ونقل للخبرات من فريق إلى فريق. بنبدأ من يعني احنا بادئين من شهر أغسطس 2022 بنجهز الفريق للمعترك ده أو للمسابقة دي.
يعني عدد الفريق لو قلت اللي هو ثلاث فئات المختلفه اللي انا كنت بحكي حضرتك عليهم دول، عندنا اكثر من 75 طالب من كليه الهندسه، وفي معانا برضو بعض الطلاب من كليه التجاره جامعه عين شمس للجزء الاقتصادي، الدراسه الاقتصاديه بتاعت التصنيع الطيارة. النموذج المقدم يعني انتوا كمان بتحطوا يعني شكل اقتصادي لهذا النموذج يعني. بالظبط كده يا فندم. والفريق بيتم بقى اعداده من اول طريقه الاختيار بتاعت الطلاب، لازم بنختار طلاب ليهم جوده معينه بطريقه معينه. طبعا طلاب جامعه عين شمس كلهم مميزين، ولكن احنا بنحتاج المميز قوي بقى يدخل معانا في المسابقه. بيبدا يتعمل عمليات تدريب بتستمر لمده شهرين تقريبا، اللي هو بنبدا نعلمهم ايه شروط المسابقه وايه المطلوب منهم في اثناء الشهور اللي جايه بعد كده. وبعد كده بيبدا بقى عمليه التصميم ممكن من كل الفرق، ولا انتم مثلا بتركزوا على بكالوريوس او كده؟ لا لا، احنا عندنا من اول اعدادي، من اول طلبه اللي دخلت الكليه، لان احنا عندنا في تكامل لازم يبقى معانا عشان يحصل تسليم وتسلم للعلم، لازم يفضل دايما في سلسله موجوده من اول. طبعا الاغلبيه العظمى بيبقوا بكالوريوس وسنه ثالثه اللي هم اخر سنتين، وبنسبه حوالي 20% الناس اللي هي في سنه ثانيه، واقل من كده بقى اعدادي واولى على حسب الطالب والشغف بتاعه. لان في فعلا طلبه بتيجي لنا من ثانويه عامه عارفه الفريق وبتذاكر وبتحب الموضوع، وبالتالي احنا بنديها الفرصه ان هي على قد المستوى العلمي بتاعها نديها بعض الحاجات اللي تقدر تخليها انجيجد او يعني مشاركه معانا جوه الفريق. دكتور محمد، عايز اعرف عن تفاصيل الفوز بالمركز الاول في هذه المسابقه، بيبقى ايه المنتظر بعد كده؟ هل التصميم ده مثلا بيدخل اطار التنفيذ؟ بيكون ايه الموضوع؟ هو طبعا المتوقع المفروض ان هي المسابقه ليه معموله ثلاث اجزاء، ليه تصميم فقط وبعدين تصميم وتصنيع. الجزء الثالث اللي هو السيارات الذكيه ده يمكن يبقى فرع مختلف شويه. هو دايما المسابقه بتقول الفريق اللي هو هيقدر يعمل التصميم اللي ياخد مركز مميز بيكون منتظر ان هو يصنع العربيه في السنه اللي بعدها ويطلع يسابق بالتصميم ده في السباق بتاع السنه اللي بعدها. تصنعوها هنا في مصر؟ يمكن ده طموحنا يعني. المفروض نقدر نصنعها في مصر. في عندنا بعض التحديات طبعا، ولكن ان شاء الله لما نرجع، احنا لسه موجودين في انجلترا لسه ما رجعناش، لما نرجع نقعد مع الجامعه ونشوف ازاي نقدر ان احنا ننفذ هذا التصميم ونحطه على ارض الواقع باذن الله. ان شاء الله، ونتشرف بوجودكم معانا على الهواء، ونتعرف عليكم وعلى فريق العمل الحقيقه، وعلى النموذج اللي قدمتوه واخدتوا عليه المركز الاول. انا بشكركم شكرا جزيلا، يا ريت تبلغ لهم جميعا تحياتنا وترجعوا بالف سلامه، وان شاء الله دايما اسماء العلماء المصريين حتى صغار السن زي حضراتكم يكونوا دايما مشرفين ومنورين كل قوائم المجالات المختلفه في العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم سيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والمشرف على الفريق الفائز بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية بمسابقة فورمولا ببريطانيا. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.